السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله عمي شيخ. وحياك وبارك فيك. معك عبد الرزاق من المغرب. تفضل يا عبد الرزاق من المغرب. والله العظيم أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية. وإياك والسمعين والسمعات. وإن ينفع بكم الأمة الإسلامية أجمعين. اللهم آمين، ولك والسمعين، وننصر الإسلام والمسلمين. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. لي أخ كبير، لا يعني نحن في إسبانيا، يعني توجينا هذا العام. يعني نحن كبار، هو في عمره يعني ممكن 46 أو 47 سنة، أنا 38 سنة. المهم تناقشنا يعني وزعل وما بده يتكلم معي، يعني قاطعني قط. حاول أن تصل. لا نعم اسمعني بس. جزاك الله خير. خالي الأكبر، خالي يكبره يعني ممكن بسنوات أو 7 سنوات. حاول معه حتى ننصالح، وهناك أخي يعني بيني وبينه، يعني بين أخ ثاني أتى هنا يعني وتكلم معه، يعني وجاء يعني عم الوالدة في عمره 67 سنة. المهم ما السؤال بس، لأن الوقت يضيع علينا بهذه الطريقة، ما السؤال؟ نعم، لا أنا أقول لك حتى تستفهم يعني كلامي، يعني فرفض أن يكلمني. ثم إذا جئت إلى المجلس سلم السلام عليكم كذا، السلام عليكم، أنت أديت فلا يمد. عذرا، أنت أديت ما عليك ولا إثم عليك ما دمت حاولت الإصلاح ولم يستجب لك، لكن أنصحك أن تواصل الحين بعد الحين النصح والتذكير والصلة، وفقك الله. السلام عليكم.